كثير من أحبابي وإخواني يا شيخ أنا مش عارف أقوم أصلي بالليل، أنا مش عارف أحافظ على صلاة الفجر، أنا مش قادر أغض بصري عن الحرام، أنا مش قادر أكف لساني عن الغيبة والنميمة والكذب وشهادة السوء، أنا مش قادر أبر أبي وأبر أمي، مانيش قادر أوصل رحمي، مانيش قادر أنفق، أشعر بقيود ثقيلة تحول بيني وبين الطاعة. وإن أردت جوابا على كل هذه الأسئلة وغيرها فالجواب فتش عن ذنوبك. جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا علي حرمت من الصلاة بالليل ولا أدري لذلك سببا. فقال له علي أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، يا من حرمت من البكاء من خشية الله، يا من حرمت من البكاء من خشية الله، يا من حرمت لذة الأنس بالله، يا من حرمت لذة المناجاة في الخلوة، يا من حرمت من صلاة الفجر في جماعة، يا من حرمت من الطاعة، أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. آه من ذل الذنوب والمعاصي، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها.